أعلن حزب الله في بيان قصفه بمسيرة انقضاضية مقر لواء حرمون في ثكنة معاليه جولاني، كما استهدف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح شمال غربي بحيرة طبرية بعشرات صواريخ الكاتيوشا. وأعلن الحزب كذلك قصفه المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياطية لفرقة الجليل في عم عاد. هذا ودمر حزب الله أيضا دبابة مركافة بعد إصابتها بصاروخ موجه على طريق رويسات العلم.